اعترف بقتل أكثر من 10 أطفال، خدر العشرات واغتصبهم ومص دماءهم. لقبوه بالوحش البشري ونهايته كانت وخيمة. الاسم ماستين وانجلا، المكان نيروبي كينيا. التهمة قتل 14 طفلا. ادعى أنه مدرب كرة قدم، جذب الأطفال إليه من مختلف الأعمار ليتعلموا اللعبة ويكتسبوا من خبرته. لم يخطر على بال أحد منهم أن ذلك المدرب هو مجرم قاتل متعطش للدماء. بدأ وانجلا سلسلة جرائمه قبل أن يبلغ من العمر 18 عاما. كان يغري ضحاياه من الأطفال بحصص تدريب كرة القدم، ثم يخطفهم لأماكن مهجورة، يخدرهم، ثم ينهي جرائمه الشنيعة بقتلهم. بدأت الشكوك تحوم حوله بعد العثور على جثث 14 صبيا خلال 5 سنوات، لكن جريمتي قتل صبي يبلغ من العمر 12 عاما وآخر يبلغ 13 عاما كانتا المفتاح للقبض عليه. خيوط التحقيقات قادت إلى أن لوانجلا علاقة بتلك الجريمتين. ألقي القبض عليه في يوليو عام 2021 بتهمة قتل الصبيين، ثم كانت المفاجأة حين اعترف خلال التحقيقات بقتل أكثر من 14 طفلا وشرب دماء 10 أطفال من ضحاياه. اعترف ماستين وانجلا بقتل 10 أطفال على الأقل في غضون 5 سنوات وانتحاله شخصية مدرب كرة قدم قام بتخدير ضحاياه قبل إعدامهم، وفي بعض المناسبات كان يشرب من دمائهم. اعتراف وانجلا كان صادماً لأهل الضحايا ولدولة كينيا بأكملها، لكن الأمر لم ينتهي هنا. ففي صباح أحد الأيام، وبينما كانت الشرطة تسعى لنقل وانجلا إلى المحكمة، اكتشفوا أنه هرب من سجنه. خبر هروب وانجلا انتشر كالنار في الهشيم. أهل الضحايا وحشود من المواطنين استشاطوا غضباً بعد سماعهم النبأ، واستاءوا من تهاون السلطات في حراسة ذلك المجرم. بعد أيام من هروبه لمحه أطفال كانوا في طريقهم إلى المدرسة، لحظات فقط كانت كفيلة بحشد أهالي المنطقة، وهنا كانت نهاية وانجلا. انهال عليه أهالي الضحايا وسكان القرية بالضرب المبرح حتى لفظ أنفاسه الأخيرة. قانون الغاب المنتشر في بعض القرى هو الذي ساد في قضية وانجلا.